قدمت بسؤال برلماني إلى وزير الصحة ووقاية المجتمع معالي عبد الرحمن العويس عن إنهاء خدمة الكادر الطبي اللي تجاوز أعمارهم 60 عام. حقيقة هذا شيء يعني نشوفه أن نحن هذا الكادر الطبي من الشخصيات أو الكادر اللي يستفاد منه بالدولة، لأن أول شيء فترة دراسته أطول من دراسة أي من التخصصات الثانية. الدكتور يجيك إلى ما يوصل عمر 60، وصل إلى مرحلة النضج والخبرة اللي يعطيك إياها، وإذا كان هو مؤهل أن يستمر في عطائه كطبيب أو كمعالج في هذا، نتمنى أن يستمر إلى عمر 65، لأن إذا يطلع من عند القطاع العام ويروح القطاع الخاص ويمارس نفس المهنة فالدولة خسرت، لأن الدولة أهلت هذا الشخص كخبرة، كتواجد، كتعامل مع الأدوية، كتعامل مع المرضى، كتعامل مع سيستم وزارة الصحة. فهذا الشيء يعني نحن طلبناه من الوزارة. حقيقة الوزير تجاوب مشكورا بأن راح يدرس هذا الطلب وراح يرى أن يحل بأسرع وقت ممكن. هم الوزارة الآن تجدد لهم، لكن أنا أرى أن عملية استقرار العامل النفسي للدكتور هذا شيء مهم، وللطاقم الكادر يعني التمريض والكادر الفني حقيقة بعد كذلك، لأن عمر 60 عمر العطاء. فإذا جاءوا أعطوهم يعني طلبوا من إدارة الموارد البشرية أو من مجلس الوزراء بأن يضيفوا لهم يعني نسبة معينة حتى عمر 65، الدولة تستفيد من هذه الخبرات وهذه الطاقات.